زوجت مهم عن حب كيف كيقولوا مهم تسمح لينا دوزت واخا كنت يلا صايت قريتي توظفت ما كنتش باغا ندوز ديك لاج ولكن بحكم انني بحال كنعجبني ديك السيد خصني انني نكون معاه ولا صوم بزاف ونصدقوا في الحرام ولا شي حاجه قلت اللهم ندوز شي حاجه حلال سيميو زعما باش انني نكمل بحال هكا الله يسمح لينا كاملين هادشي لاني ما كانش شي حاجه اللي حرام ولكن ديك الهضره انا كنت كنعتبرها يعني غتأدي في اديني صافي هادشي اللي كان وزوجنا شحال مده تعرفتي عليه اللي مات القراية وكان فايتني بشي سيزون هكاك ومهم تعرفنا في واحد العام هكاك تقريبا ما كاملنا الشيطان حال هكاك مهم يعني في القراية هكا ستاج اتسدغة صافي وخا حسيت بأن علاقتي مع والدي زعما مزيانة الحمد لله وبابا صراحة أي نصيحة كيعطيها كنلقى هي اللي غادي تكون كنت حاسة بابا ما باغيش ولكن يمكن ليش نشرح ليه نقول ليه لا بابا راه خصني نتزوج حيت مثلا إلا ما تزوجش غنبقى كنهضر معايا السيد فوندور ديال الزواج صافي بني شاف احترمني في الآخر بابا صافي تزوجنا كلشي كان مزيان ما كانش عندي مشكل مع الماديات حيت بحكم أنني المهم هو كان بحال فايته نورمالمون شوية ف اقتصاديا ولكن ما كنتش كنعتبر لهذا الشيء واخا كنلقى انتقادات من العائله اتفق كنت كان اي واحد كنوقف عند حدو حيت ما كانش عندي مشكل الوغ من بعد باش ما نطولش عليكم بزاف كنلقى باللي كيهضر مع بنات يعني اكتشفت هذه في العام الاولى كنت يلاه انسانت الوليد الاول كنصدم في القضيه هذه كنقول زعما كيفاش السيد تزوج مع حب صافي كنت مع والدي هو خايني ما ماشي ما كنت باغيه بالعكس والدي صراحه مزيان كلشي مزيان الامور كانت غادي مزيان ولكن خلاني كنطرح واحد التساؤلات بزاف على راسي زعما كيفاش انا اعتبرتها هو ما كيعتبرش من الدقه الاولى قلنا غلطه ماشي مشكل انا راني اون سانت يعني ما يمكنش من اول بحال هكا نرجع للور وهادشي اللي زعما اللي راني حامله به صافا قلنا ماشي مشكل ما غاديش تعاود مره اخرى ولكن تعاودت بامال دو فوا دابا هاد المره جات فرها السادسه ولا غير ملي كنشتغل انا كنلقيني هادشي غيكون ديما كل مره مهم كنقول صافي غادي نطلقوا اتدغى صافي كتوقع كيهضر معايا شويه صافي كنرجع مزيان كنقول ماشي مشكل تعطيني اني حملت البنيته الثانيه كان عشان كنكتشف نفس الشيء كتشفت اصلا انه كيهضر مع شنو هاد النوع نوع العلاقه مثلا اللي كيهضر كيفاش كيهضر شنو كتقصدي انا ملي كنكتشف يعني انا مشكلتي ما كنصبرش وكنصبر هكا ونبقى كنسين باش غير نكتشف يمكن كثر ولكن انا اللي كنكتشف انه كيهضر في التليفون مع بنات وكاين شي مرات كيكونوا مزوجات وكاين زعما غير باقيين صغار انا راه كيعرف هذا الجيل ديال بابا شي كيدين يعني كتكتشفي علاقه عاطفيه ما عرفتش صراحه واش ما فهمتش ديك العلاقات كيفاش دايرين يعني كيكونوا بزاف الافوا وهضره خايبه فهمتي ديك الهضره كان ممكن مثلا نهضر مع الزوجه ديالو مثلا يعني انا ماشي من ديك النوع اللي زعما لا انطوائيه هي بصح كنعطي وقت كبير للدار لولادي للخدمه ولكن هاد الجانب هذا يعني كنحاول نجتهد فيه يعني بزاف انا مش حاله من الاول الزواج يعني الحمد لله هدايا صافي في الدار في القهوه تتغى يعني كلشي ما مفرطتش في شي حاجه يعني الحمد لله يعني كنعتبر راسي انا راضيه على راسي من هاد الناحيه هذه يعني ما هو براسي ملي كيوقع المشكل كنقول ليه زعما الا كان شي مشكل مني انا اللي كيخليك دير بحال هكا يعني قولها لي باش نصلح انا راسي كيقول لي لا هي 100% انا عارفك زعما ما دايره والو منك حتى شي مشكل واحد المره كيقول لي ما المشكل مني ولكن ما فهمتش كيفاش زعما هذا المشكل مني في الاول كاع الزواج حسيت عنده اضطرابات نفسيه ما فهمتش يعني بشي طريقه ما فهمتش حيت اصلا هو انطوائي لما كيعجبني تاع عائلته انطوائي مصغرو قلنا ماشي مشكل قلت غادي نحاول نتعامل معاه زعما بحال بهذه الناحيه هذه حاول نقرا شويه في دارتيك في هذه الحويجه زعما وما نحكرش عليه ونحاول زعما نرشدو الحيطه اصلا هو القضيه اللي مديرونجاني فيه هي واحد المره كنا من يدرنا قلت لي زعما الا بغيتي نرجعو يعني غتصلي يعني كنعرفو بان صليت انها الفاحشه والمنكر قلت يمكن هذا هو الحل قال لي صافي صلى واحد السيمانه جوج سيمانه صافي ما بقاش عاد صلى واخا نسولك اي خو عرفتي يعني سوليني باش نيتنا لا سلمى غير بشويه عليك نفسي مزيان كلشي غتذكري ان شاء الله وكلشي غادي نحاولوا ما امكن اللي مهم غادي نطرحوه هو لما قلتي انه انطوائي واش انطوائي مع كلشي واش انطوائي بمعنى غير ما تيهضرش بزاف وما كيتكلمش بزاف حيت كاين فرق انه تحكموا على واحد ما تيهضرش بزاف معاك او لا مع العائله ديالو ولكن تتلقاه انه عنده واحد الجرأه
عنده واحد الجرأة في حويجات اخرين، عنده واحد الحب ديال الذات، واحد ربما كتوصل واحد الفترة او لواحد المرحلة ديال الحب ذاتي اللي تيولي نرجسي. انا بغيتك تعطيني فكرة على طبيعة شخصيته كيفاش دايرة. الحب الذات ما عرفش صراحة، حيت هو مع دارهم يعني مع عائلته كاملة، كان يعني ما كيهضرش معاهم بزاف. انا يعني تفاجأت في هذه القضية في الأول، يعني ما كيجلسوش، ما كاينش ديك الوقيتة. انت مثلا حيت انا حيت تولي في دارنا لا كان شي مشكل كنجمعوا عليه كاملين اتسيتيرا، هما لا، إذا كان شي حاجة يا شي حاجة زوينة يا شي حاجة خايبة يعني لا، داكشي ما كيناقشوه مع بعضو. العكس ان في عائلتهم قالوا لي واحد المرة كانوا جاو عندنا للدار، قالنا بالعكس انتم شوية كيهضر معاكم يعني راه كيضحك معاكم اتدغى مره، ولكن زعما تكون عندي شي حاجه خايبه ولا زوينه تجي حطها. لا باش انه زعما في الاولى باش قلتي كي كيبغي راسو ولا زعما الحب الذات، ما في الاول حتى باش انه يتهلا في راسو ولا الكتوه زوينه ولا لا. انا اللي كنت كنخدم مبادره لهذه القضيه، زعما مؤخرا عاد شويه واش هذا الشيء زعما اللي ما سمعت. يعني حب الذات اولا واحد الحب اللي هو تيكون نرجسي، ما كنقصدوش الحب الذات العادي الطبيعي اللي هو خص يكون عند كل انسان. واخا نعطيك سؤال بصيغه اخرى، كيتهلا فيك، كيتهلا فيك شنو الحويجات اللي كيدير معاك اللي تتبان لك زوينه؟ ما كاينش هذه القضيه صراحه الله. يعني ما يرد الباحث فيك يقول دابا هي خدامه راه هي زعما مكتفيه بذاتها، واخا زعما كنحاول مثلا ندير شي حاجه بسيطه كنحاول نكبر بها زعما باش يعرف بلي ديك الحاجه راه يعني ضروري. واخا انا عندي فلوسي مثلا كنعاونوني طلع في الدار ولا في كل شيء وما كنطلب منه والو، ولكن باغسو كنتصل له كنقول له مثلا يا ريت لو كان الحاجه الفلانيه واخا رخيصه ولا تاخذها لي غتكون في عينيه كبيره اتسيتيرا. شي مره بالعكس انا اللي كناخذ لي حوايج زعما باش كون كوا ياخذ هو المبادره ويديرها تعال كيدون ما كاين والو من هذا الشيء. المهم في لي زانيفيرسير داك الشيء من غير هاد الامور يعني حتى كتقوليها وتعاود تلحي وهذا، واخا من غير هاد الجانب المادي، جانب ديال انه عاطفي، واش كتحسي انه تيشبع لك العاطفه ديالك؟ واش كاين اهتمام؟ واش كاين تواصل؟ واش كاين مساعده في حبيجات اللي كتحتاجيها انت في امورك؟ يعني كتحسي، واش كتحسي بالحضور ديالو زوين معاك؟ لا 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 جيتو يعني الى قدمنا واحد البيت كومباريزون مثلا بيني وبين الازواج الاخرين مثلا غير خواتاتي ولا بحال هكا، كتلقاي كاين فرق بزاف. مثلا غير مؤخرا مثلا مشينا لواحد الاسره كيخليني داخل بوحدي، مثلا هو يدير سبب باش يبقى بوحدو على برا، فهمتي بحال هكا. يعني ما كاينش، ما كتحتاجش بلي ديك الزوج كاين معاك كيف قلتي انت، تمشي العائله كيكبر بك. لا الا كان شي حاجه كيقول لي سيري انت في الدار، واخا في الدار، في الدار ما في الدار زعما شي حوايج ما زعما فهمتك. بغيتي تقولي لا لا ديك الناحيه لا، يعني ما قليل قليل يعني غير دارها شي مره بتضحك مره فهمتي. فهمتك بغيتي مثلا فاش كتحتاجي في امور ديال الدار، انت مثلا خدامه وعندك مسؤوليه ديال الدار، عندك وليدات، عندك مسؤوليه ديال راسك، حيت كتزيدي عليها حتى مسؤوليه الزوج للاسف، انه في يعني في مجتمعنا المغربي او ربما العربي بشكل عام، يعني كتولي الزوجه مهتمه براسها ومهتمه براجلها وكتقوم له بامور الخاصه كامله وتقوم بامورها هي وامور الوليدات. واش لما مثلا كيشوفك انك انت واحله ومحتاجة وطاقتك لا إله إلا الله تغلبتي، واش كيقدم لك شي مساعدة؟ وطبيعة الخدمة ديالو كيف دايرة؟ يعني واش يكون مرتاح مثلا؟ ما كيقدمش. لا ما كيقدم، خي شوفني زعما هكا واحلة مع الدراري وديك شي. لا لا هكا كيشوفني مثلا النهارات اللي كنكون خدامة كنفيق بكري وكذا، ما يقول لي زعما لا خلي انا اصلا كنجمع الطلبات على الغدا، ما يقولش لا ما كيهزلكش الهم شوية خلي ولا هادي ولا ارتاحي ولا لا. لا 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 كانت في الاول كاع الزواج مرة كانوا كيجيو عندنا حيت ديك الساعات كنا ساكنين مع دارهم، دابا ما بقيناش ساكنين. كان كيبني كيجيو هكا الناس بزاف هكا بزاف كيقول لي زعما واش عييتي دابا كون ديك الهضرة بحال هكا ديك السؤال كيدخل عليك الراحة، واخا عييتي كتقول لا عادي ماشي مشكل على الراس والعين عادي. دابا بحال هكا واخا انا كنقول مثلا مرة غير مثلا انت ما تحطش حويجاتك عاوني غير بحال هكا، يعني حويجاتك هكا كاينه بليصه ديالهم ولا عاوني غير معنويا كيف ما كتقول، يعني غير الهضره زوينه راه كتنسي كل شيء. انا ما عنديش مشكل داك الشيء ديال الصغار ديال الدار قاده بهم، واخا نعتلو في الليل وفاق معصب ما عنديش مشكل، غير يكون زعما معنويا نكونوا مزيانين صافي كل شيء كيهون. وشنو تيقول لك ديك الساعات؟ ما كيبقى ساكت اي حاجه زيد كيبادر تيبادر تيعاونك؟ لا لا مره
انا ما كنقول زعما يمكن عنده داك الكونطاس حتى هادي المراه خدامه والراجل خدام كيتعاونوا كي 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 زعما كيربيو ولاداتهم اونصومبل. لا هو مره حتى من درجه ان شي حوايج هو خصهم يديرهم انا كنديرهم، مثلا نخسر روبيني في الدار انا اللي كنقادو، خسرت شي حاجه في الدار راه ما وخسرت ما عليك انت صلاه عندي عليك. دابا انت دايره جميع الادوار ما دابا فين هو الدور؟ ألا لا ميكي كتعرفي ميكي لا ما كاينش والو ما كاينش والو. شوف شوف الله يرضي عليك دابا انت غتبقاي غاده 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 حتى غادي تستنزفي من الطاقه. عرفتي بحال شي واحد اللي مثلا عنده طوموبيل ودار فيها البلان ريزيرفوار وغادي وهادي، ولكن داير بحسابه على انه الطريق اللي غادي بها او اللي غادي فيها راه هي شحال غيكفيه فيها ديال ليسونس ولا ديال الديزل اولا اللي كان. غنجيو حنا نقولوا له لا راه غتبدل اتجاهها، فين غتمشي؟ غتمشي غتهبط الجنوب المغربي وطلع للشمال وغتعاود ترجع وغتقول ما غاديش نعطيوك ما غاديش نزيدوك، ما كاينش لي ستاسيون في الطريق، ما كاين حتى واش ممكن؟ راه غتوقف له الطوموبيل، غتوقف له الطوموبيل، ما يقدرش يستمر الا هو غيقول لا وخصني نرضي هاد الناس، لا قالوا لي جي عندنا هنا وسير عندنا هنا وجي غادي خصني ندير. ما يمكنش. اذا نفس الامر بالنسبه لك، حتى انت كديري شي حوايج اللي كثر من جهدك كثر من طاقتك، كتخلي له هو واحد الفراغ نفسي اللي هو كيشبع منه حاجاته. نقول لكم واحد الحاجه اللي هي مهمه جدا، شفتي الراجل باش كيحس براسو راجل كيخصو واحد الدور يديرو في الدار، خصو حتى هو يصوب شي حويجه شي مسمار يطرقو، واخا بطلب من الزوجه واخا شي روبيني يتهرس اولا خصو يتقاد، غادي تبقاي تقوليها له اولا غادي تعطيه اشارات اولا غيحس بانه محتاجه واقف عليه خصو يمشي يصيبو. ما ديريش انت ديك الدور الا حاله استثنائيه بطبيعه الحال، تيكون هو مشغول عاود الله يحسن العون، ولكن راجل حاضر بالرجوله ديالو يعني انسان مهتم بك ما كيديرش هفوات بحال هكا، علاش غادي يمشي يتواصل بواحد التواصل اللي هو مثلا جنسي او لا خارج الطريق او لا شي كلام ماشي هو هذاك مع نساء اخرى؟ ديك الساعات عنده الخاطر، ديك الساعات عنده الطاقه، ديك الساعات عنده الجهد. ايوا راحت انت ما خليتيش. دابا هو تيبغي يحس برجولته من واحد الجانب، هذا الجانب هذا وتيشبعو هو عنده ذاته، لانه كاينين نساء اخرين غيتفاعلوا معاه من الناحيه الجنسيه وغاد اولى شي كلام اللي غادي يحسوا بانه راه هو عنده القيمه ديالو، حيت ما قدرش انه يشبعها في الدار. نعم لالا تفضلي بغيتي تكلمي. هذه القضيه يعني كانت انا هادشي اللي كنت باغاها من الاول، كنت كنحاول اي حاجه يعني كنت حتى لبرا يعني مثلا نجيبها هو من برا ولا شي حاجه خطاتي قادها، كنت كنخلي له هذا الوقت من ديما. يعني انا اصلا ما مولفاش يعني طيباتي في الدار، ولكن بكثرت من انه هو اصلا ما باغيش، يعني ماشي انا اللي سمعت انه يعني هو مثلا شي حاجه خطرت غتبقى فحال هكاك، يعني مثلا خسر روبيني غنبقى تدي الدار على روبيني على الدار كامله، واخا وقعت لنا شحال من مره في معنا جوج سمانات ما كاينش، يعني حتى انا حاولت نيك فكنقادو انا، يعني ماشي حيت انا مثلا ما خليتوش يحس ديك الرجوله ديالو، بالعكس فكنت دارت انا التقضيه ديال مثلا ديال الحاله ديك الشيء ما كنتش باغا انا من الاول. دابا كنقول لا الدور ديال الراجل ديروا الراجل، الدور ديال المراه ديروا المراه. دارت انا الخدمه كنت عندي فيها شويه ديال الشك، كنقول عندك نكون كنعالي الاسره ديالي بهذه الخدمه، يعني واخا انا قريت ليها مثلا وباغا نخدم حيت خايفه من الزمان اللي ما عارفه شنو يكون فيه، ولكن كتبقى ديما عندي ديك السؤال واش راني هاد الخدمه ديالي في محلها ولا لا، واخا انا باغا نخدم ولكن واش غتنفع وليداتي ولا لا، واش خصني نجلس في الدار ولا لا. شوف لالا لالا دابا انت واحد الانسانه عندك مبادئ قويه ومبادئ كبيره وكتنطاق القيم بزاف الحوايج، ودائما عندك غدا على السطر وغدا على المسطره، وتلاقيتي مع راجلك عنده اضطراب معين خصني تكتمل فيه الاعراض والعلامات باش ممكن انه نقول شنو هو هذا العرض، لانه يعني خصني مجموعه الامور اولا شنو هو هذا يعني ممكن يتم تشخيص ديال هذا الاضطراب، ولكن كاين اضطراب معين. هذا الاضطراب هذا لاله سلمى جا على ظهرك انت لانه انت عندك الاستعداد، عندك الاستعداد للتقبل، انت كتاقلمي، انت واحد انسانه مؤمنه ومرينه مرينه بزاف، كل حاجه كتاقلمي معها وكتعطيها واحد الاصل القيمي اكثر من الوزن ديالها. نعطيك مثال، لما قلتي لي بانه اجي انا قلت نتزوج حسن ما نبقى نهضر مع هذا السيد، غلط، هذا غلط. اجي باش ما نبقاش نهضر معاه اجي نمشي معاه للزواج،
لا الزواج ماشي سهل، الزواج اختيار وخيار اللي هو قوي وكبير ووازن، خصنا ما نمشيو له عن قناعة، ماشي اجي باش ما تبقايش تخرجي مع هذا السيد، ولا ما تبقايش تمشي معاه الواحد هذا، ولا ما تبقايش تكلمي معاه اجي نتزوجوا. لا 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 لا، غنصحح ديك المسار اللي انا فيه. الا كانتي بالك ديك العلاقة ما خصش يكون فيها واحد مثلا علاقة جنسية، أو لا واحد المستوى عاطفي متقدم اللي انت ما راضياش عليه، إذا غادي توقفي وغادي تفكري واش هذاك السيد أصلا مناسب ولا ماشي مناسب. باباك رفض، شنو السبب اللي خلى باباك يرفض؟ شنو هي الأسباب اللي خلات؟ ربما جانب مادي إلى غير ذلك. دابا انت متحملة هذا الجانب المادي، ولكن كان عندك الغرض على أنه واحد الراجل اللي يكون في جنبك واللي تتحسي بالوجود ديالو، تتحسي بأنه إنسان اللي سيعطيك الإشباع العاطفي والإشباع اللي أنت محتاجاه كأنت وكامرأة، وكيعاونك وتساعدك وتعترف لك بالجميل، وفي نفس الوقت اللي قاب الطريق سيدي ربي، قاب الطريق الرجولة الحقيقية، ماشي أنت كتكتشفي مرة وجوج ثلاثة وأربعة وستة قلتي ومازال غدا بدون ردود أفعال هي قوية. ما تكونيش، شوف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله المؤمن الضعيف. كيفاش القوة؟ القوة ماشي هذيك ردود الفعل اللي هي كتكون قاصحة، لا لا لا، المؤمن ما يكونش لين حتى يتعصر، وما يكونش صلب حتى يتكسر. المؤمن تيكون هين لين مع المؤمنين، مع الناس اللي هما فعلا في مستوى ديال العطاء الجميل، وحتى اللي ما تيكونوش في مستوى العطاء تيكون هو لين مع ذاته، مع نفسه، كيرحم ذاته، ما يعرضش نفسه للضرر من طرف دوك الناس، اما كيتجنبهم كيتجاهلهم، ما ياخدش ديك الكلام ديالهم او ديك التصرف ديالهم واحد المحمل ديال الضرر اللي غادي ياثر فيه هو. اذا كتجنب نفسك الضرر، انت دابا لاله غدا 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 غدا، وكتسيني انه راجلك يتبدل، وانت في واحد حامله المسؤوليه، وغدا كتحسي بثقل المسؤوليه ديالك وديال وليداتك وديال الخدمه وديال انت، انت امراه اللي خصك توقفي حويجات اللي ما عاجبينكش ما عاجبينكش، كتقول له وانت كتحصليه، وكيبان لك انه كيتكلم مره وجوج وعشره، وانت مؤمنه لا اله الا الله، قلتي له زعما انه الحويجات الا كانت ناقصه فيك شي حاجه قولها لي. انت امراه مثقفه ومراه واعيه، قلبي على كيفاش انك تطوري راسك. انت تبارك الله قلتي مهلية في راسك مزيان، تهلي في راسك حتى من الجانب النفسي ماشي غير الجسدي، جانب النفسي. بعض الرجال وبعض النوعيه من هاد الرجال تيبغي حضور المراه اللي يكون قوي، يشوف قدامه مرأة قوية رادعة اللي تعرف أنه لما، ويعرف حتى هو لما أنه نهار يدير ها ولا ها، راه ما غاديش تدوز عليه، راه غادي تدير الأمور اللي خصها الدار. راه من حقك لالا تزعفي، من حقك تقلقي. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كيزعفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كيراجعوا في الكلام، وكانوا النساء ما شاء الله جميلات وقويات ومؤمنات، وكانوا طالبوا حتى بالنفقه، وكان يعني واحد الفجوه اللي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم النساء ديالو لواحد مده ديال شهر. كاينين امور معينه اللي خليها انت في الطبيعه ديالك، ما تبقيش دايره ستيلو حمر فوق راسك في كل شيء. الامور إلا خصك تزعفي على راجلك غتزعفي عليه شي حاجة اللي هي فعلا كتستحق. أسيدي الرجولة الحقة ماشي هي أنك تبدأ تهضر مع هادي وتهضر مع هادي، إلا كنتي غتهضر نفضيو هاد الأمر من دابا. شنو خصك وشنو باغي؟ شنو بغيتي انت من هاد الأمر هذا كامل؟ غادي تدوري فيه دورة ديال المرأة الحرة، غادي تاخدي موقف ديال المرأة الحرة. روبيني ما بغاش يتصوب حيث هو عارفك غتخليه أسبوع وجوج وثلاثة وعشرة وغتصوبيه. خدي لالا شي روبيني ديالك انتيا وملي تسالي منو حيدي 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 خليه وملي غادي يجي غسل ما يلقاش. شوف أنا هذه أمور تنقولها فيها واحد المزحة، ولكن فيها واحد الرسالة ديال أنه كاينين شخصيات معينة. تنقول لك أنا رجلك إلا كان تيعطيك حويجات اللي هي تفرحي بيها وترتاحي بها مرحبا لله. المرأة المؤمنة المرأة الناضجة كتضحي وكتنازل شي حويجات، ولكن حتى هو خصو يتنازل، حتى هو خصو يعطي. عنده اضطراب غتقول له شوف يا ولد الناس
وشوف غادي يمشيو بجوج بينا، وغادي يمشي هو عند واحد المختص نفسي اللي غادي يقدر هذا المختص النفسي انه يعالجو ويساعدو. هما الجو الاسري ديالهم راه من الاول قال له ميل، قال له راه من الخيمه خرج ميل. عندهم مشكل في التواصل، عندهم مشكل في المحنه، عندهم مشكل في انهم يعرضوا مشكل. لو انه هو يهضر لك على الطفوله ديالو راه غادي ربما تبقاي تستغربي وتعجبي، وانها ماشي باش تشفقي عليه. الزوجه ماشي خصها تبقى تهز 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 بلا قياس مع زوج اللي ما تيعطيش، اللي عنده واحد الجانب النرجسي ما تيعطيش. سقسيتك في البدايه لاله، قلتي حتى شي حاجه ما كيبادر بها، راه اللي بغاك كيتفكرك ولو بالقليل، واخا هو ما عنده شيء، واخا انت حسن منه في الصالير وانت حسن منه في هذا، كاين شي حويجات اللي خصو يقوم بها الراجل، اللي خصو يبادر بها، اللي خصو يفرح بها مراته. كيعرف بان مراته واي مرة في العالم كتبغي لي كادو، كتبغي الهدايا، اي مرة اذا، واي انسان بشكل عام تيبغي الهديه. اذا كيفاش انت ما تجيش وتفرح مراتك وتتقولها لك وتتعاود تشوف مراتك محنه؟ شوف لاله، رخفي الحبل شي شويه، الله يرضي عليك على راسك، رخفي الحبل، خليها انت ما تكونيش ديك المراه المثاليه. خصك نوضي نعسي في الوحدات اللي تفيقي في 6 الصباح مالك لاله؟ شنو واقع؟ شنو كاين؟ شويه عليك، الله يرضي عليك، شويه عليك. المنبت لا 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 مسافة قطع ولا ظهرا أبقى، بشوية عليك، حاولي ما أمكن شحني الطاقة ديالك الإيمانية الروحانية، شحني الطاقة ديالك الأنثوية، شحني الطاقة ديالك ديال القوة من الله تعالى القوي، وقولي له كلمة أحسن من 10. ورجلك خصو يبدل المسار ديالو، وكوني انت مرأة واثقة في راسك، تيقة في راسك، وكوني مرأة اللي كتاخد ماشي غير كتعطي، لأنه العلاقة الزوجية هي هذه. العلاقة الزوجية ما فيها شيء الأخذ، ماشي الأخذ، كاين واحد نوع من الأخذ والعطاء اللي هو معنوي ما تيبانش، ولكن راه كاين ضمنيا. فأنت خصك تحسي بأنه راجلك تيعطيك شي حوايج، أنك أنت في حضوره راكي مرتاحة وسعيدة. إلا ما كانش هاد الحويجات غتكتبي شنو محتاجة، غتصيفطي له رسالة، غتقول له هالحويجات اللي أنا محتاجها، وغتبقي تخليها عنده وتلحي عليها واحد الفترة، من بعد غتنسحبي. ديك الانسحاب ديال الاكتفاء، ديال انه صافي راه مادام انت مبغيتيش تكون حاضر، انت مكتفيه من دونه، يعني بلا به. اذا حاولي ما امكن سري على ديك المسار ديالك اللي هو يكون كيحافظ لك على الصحيحه لاله، وما تحاوليش انك تباني بواحد الشكل اللي هو غيضر بك. حاولي تباني بشكل اللي الله تعالى يكون راضي عليك فقط، ولكن راضي عليك سبحانه وتعالى. ماشي خصك تكوني دليلة باش تظني بأن هذاك هو الإيمان وهذاك، لا أبدا. المرأة في ديننا معززة مكرمة، الزوجة أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكرمهن إلا كريم. خص الرجل يكرم مراته، يهز بيها، يقول لها كلمات زوينين، يتهلا فيها، يحسسها بالوجود ديالها وبالأنوثة ديالها وبأنها امرأة. والمرأة حتى هي بطبيعة الحال راها كتبادلوا نفس الأمر بطبيعة الحال. مرحبا، نسأل الله تعالى لك الخير والتوفيق.